اليوم حصل في بدير الصعيد منطقة المصينعة يعني تفجير يعني إرهابي في أدى إلى استشهاد 4 من عناصر أو من جنود اللواء الأول مشاة يعني دفاع شبوة. هذه المنطقة التي هي كانت ولا زالت أيضا مكان خصب لهذه الجماعات الإرهابية في المنطقة. هؤلاء المجاميع الذين يصادون في الماء العكر هذولا يحاولون أن يعني يبثون الرعب ويبثون يعني بعض البلبلة أو الإشاعات في المنطقة على أساس أنهم لا زالوا على قيد الحياة، بينما قواتنا المسلحة الجنوبية تلاحقهم في كل مكان وأيضا من اتجاهات عدة من أبين ومن اتجاه شبوة.